كانت هي جميلة ولكن زادت أحسن ولات جميلة بزاف. والناس ديالنا ما نقولش لكم أنا كنموت عليكم ونحبكم الناس ديال طنجة كنت كنتواصل معاهم دائما في الفيس وفي الواتساب وعندي بزاف ديال الأصدقاء والصديقات ومزوجين وولاد وعيالات وكلشي. طبعا بالمشاركة في فعالية افتتاح الموسم الثقافي لجمعية شعلة فرع سواني، وكانت المناسبة لتكريمي طبعا من خلال مساري المهني، كما كانت مناسبة للاطلاع على الغنى والتنوع الفني والإبداعي لهذه الثلة المؤثرة لجمعية شعلة فرع سواني، بالإضافة إلى حضور مجموعة من الوجوه الإبداعية الوطنية مثل الأستاذة سعاد وزاني والمبدع الإعلامي الأستاذ خالد شطيبات، مع حضور كذلك ثلة من الشعراء والشواعر مثل الأستاذ الشاعر الذي زارنا من مدينة العرائش أستاذ عبيد. اليوم فرع سواني لجمعية الشعلة يرسم بصمته مساهمة في مجال الثقافة في مدينة طنجة، وبهذا الحفل البهيج الجميل هو يؤكد دينامية مهمة من الفعل الثقافي في مدينة طنجة، تكريم لمجموعة من الأسماء المهمة في مدينة طنجة، الممثلة الوطنية الجميلة المحبوبة سعاد وزاني بالإضافة إلى الأستاذ عقال، بالتالي أكيد هي هو افتتاح واعد بأنشطة مهمة لسنة تربوية وثقافية لجمعية الشعلة فرع سواني بقيادة بطبيعة الحال شباب حمزة دقون الأستاذة زكية الحداد وبمعية فريق المشاغب كلهم. أتمنى لهم التوفيق وأكيد على أنهم بهذا الحفل سوف يساهمون سوف يؤثرون المشهد الثقافي بكل رزانة بكل جدية، ومع سناء الله نتمنى لهم التوفيق. السلام عليكم. جمعية الشعلة دي أول مرة أنا كنحضر لهم الحفل اللي داروا لي التكريم ديالهم. في الحقيقة كنشكرهم بزاف لأن هذه جمعية مبتدئة والحفل كان رائع جدا رائع كيتضمن الكتاب ومخرجين وإعلاميين والماكيوز والكوستيميير والخياط الشهير بلال، يعني كان في المستوى واللي زاد نعم هذا الحفل هذا لأنه سيدي محمد ديال الجهة تا هو حضر، لأنه هذه بادرة طيبة منه أنه كيجي وهي جمعية الله مبتدئة، شكون غادي يديها فيها؟ كان شي واحد آخر يقول لك غادي والله بادين كاع ما نمشي لعندها، ولكن هذه بادرة طيبة منه سعداتكم به سعدات طنجة بهذا السيد هذا اللي في يوقف مع الثقافة ومع الناس الفنانين والمخرجين المبدعين المبتدئين. زعما أنا فرحت بزاف وأول مرة صدقني أول مرة كنحضر جمعية ثقافية كتعمل حفل بهذا المستوى، لا صحفيين لا الناس كيصوروا لا كل واحد كل واحد كاميرامان كل واحد شد داك البوست ديالو كل واحد حاضي شغلو كل واحد ما كاينش شي واحد يقول لهم هكا كل واحد حاضي شغلو قاد داكشي. انا فرحانه بزاف لان اليوم انا كاينه معاك. واش كتمنى شي نهار ان جمعيه الشعلات تستضيفك مره اخرى ان شاء الله؟ اكيد اكيد نتمنى ان شاء الله، وراني قلت لحمزه قبل ان شاء الله الا كنتي عملتي شي فيلم ولا حاجه حتى جيتيني انا حصل لي الشرف اني نشتغل معك في الفيلم. تبارك الله عليهم. الحفل كان رائع وانا كنت جد مسروره وجد فرحانه بزاف لانني كنت متواجده معهم في هذا الحفل. اكيد فانا غادي نجاوب هذا بدون اي تفكير، اكيد انا فرحانه بزاف لانني شاركت معهم وباقي غادي نشارك معهم مجددا ويكون لي شرف كبير.